يسعد لي أوقاتكم مواليد برج الحمل. كيف رح بيكون أسبوعك من التنين 12 آب لغاية 18 آب؟ التنين والتلاتة مشغول بالك بمالك، عندك دفعات، عندك مصاريف كتير، وفي عندك تواصل مع شركائك بالمال، والبعض يمكن يكون في عنده إعادة حسابات بأمور بنكية، بأمور تتعلق حتى بإرث، بقضايا قضائية، والبعض عم بيصرف أموال. يمكن عندك مصاريف كرمال سفر، مصاريف كرمال أوراق قانونية يعني، ولكن بنفس الوقت عندك مكاسب وعندك مصالحات، وبتقدر تحط بهذا النهار نقاط على الحروف، وبنفس الوقت بتتسارع الأحداث عندك أكثر. نهار الأربعاء بصير في عندك تواصل مع ناس من بعيدة، بعيدة عن بلدك، والسفر بطالك، الاجتماعات بتكون رائعة، دراستك بتكون مهمة، نجاح بطالك، أمور تتعلق بتجارة، بتسويق، بأخذ حق، وروحانيتك بتكون عليانة. هلأ ما تنسى بدي أقولك أنه الخميس يعني بده يبدأ تراجع عطارد ببرج الأسد، هذا الشيء بده يأثر عليك بعلاقاتك العاطفية، بدنا ننتبه من بعد، لأنه بده يبقى لـ 28 الشهر، يعني أنا بعطيه لآخر الشهر تقريبا، عليك شوي تكون حريص بتعاملك مع الحبيب، وقد ما فينا نكون شوي هيك هادين وما نفرض أراءنا على الحبيب. وبكون في شوية كمان أمور تتعلق بولادكم أو ولاد أحد المقربين، بتصير تفرض الرأي، بتصير في التواصل بيناتكم، يعني بتصير في خربطة بالتواصل، ما بتكونوا ما بتعود تتفقوا مع بعضكم. من ناحية تانية بقول لك إنه نهار الجمعة، الجمعة عندك شغلة بيل بعمل، يمكن عم بتفتش على عمل تاني، يمكن في عندك تواصل مع شخص مهم بدك تتواصل معه، بدك تتوصل لاتفاق بينك وبينه لمشروع. هيدا النهار بقول لك تحسن علاقاتك مع امك، مع بيك، خذ النصايح، انتبه، العيون كلها بتكون مفتحة عليك، ويمكن تلام ببعض المطارح، ما تخالف القوانين. هلا الامور بتصير اكيد اهدى، وبتاخذ هيك حقك نهار الاحد. وما تنسى نهار الأحد الأمور، يعني القمر بيكون ببرج الدلو، فبتنشط مع أصدقائك، وبكون عندك لقاءات عديدة، وفي مثل دعم من قبل محيطك، وفي أمنية يمكن على بالك بتتحقق بمساعدة صديق، مصالحة بيساعدوك بحل مسألة معينة، كمان في مثل نظرة تانية للحياة. وما ننسى أنه ب 19 الشهر يعني نهار التنين بكون في عنا اكتمال القمر، بده يكون مبشر بالخير لإلك. بشوفك على خير.